احنا بنستهدف ان احنا نصل من 17% مساهمة من قبل قطاع التجارة في اجمالي الناتج المحلي الى 21% في برنامج الحكومة حتى 2022. فهذا هو مستهدف. هذه واحدة. الثانية، شركائنا احنا ما بننفذش، انما احنا بنطرح فرص استثمارية بحوافز او بمجموعة من الحوافز اللي بترغب المستثمر ان هو يتواجد في مصر. بنرفق الأرض على رأسها من مياه وكهرباء وصرف وطرق. اتنين، ان احنا بنديله أماكن متميزة جدا، خصوصا ان احنا عندنا ان الطرق أصبح حالها الحقيقة متميز للغاية. تلاتة، ان احنا بنؤتي له بالتراخيص. أربعة، ان احنا بنديله فترة سماح. خمسة، وديت الحقيقة الأهم، انك انت بتساعده في أي حاجة تواجهه من مشكلات أو من صعوبات تواجه المشروع. من شهر يمكن أقل طرحنا 6 فرص استثمارية في مجموعة من المحافظات. النهاردة إحنا بنتواجد على الأرض في 10 محافظات، وبنستهدف طرح 10 فرص استثمارية جديدة في مناطق لوجستية ومراكز تجارية وأسواق، ويكون عندنا تنوع في سلة استثمارات في قطاع التجارة، سواء مناطق لوجستية أو أسواق جملة أو مراكز تجارية أو أنشطة تجارية متنوعة. إحنا متوسطات الطرح بتاعنا بيتراوح من 20 فدان لغاية 100 فدان، فأقدر أقول إن متوسطات الطرح للفرصة الواحدة بتصل إلى 50 فدان. في الطرح السابق اللي هو كان منذ شهر، إحنا طرحنا مساحات استثمارية أو طرحنا فرص استثمارية بمساحات تصل إلى 150 ل 170 فدان. في الطرح القادم إحنا بنستهدف إن إحنا نصل إلى 200 فدان من المناطق التجارية بأنماطها المختلفة، زي ما قلت مناطق لوجستية ومراكز وأسواق وخلافه. إحنا بدأنا سنة 1940، والحقيقة عندنا النهاردة حزمة من البراندز اللي تم تسجيلها سواء محلية أو أجنبية تصل إلى 400,000 علامة تجارية، وما يقرب من 30,000 نموذج صناعي. في المتوسط إحنا بيجيلنا ما يقرب من طلبات تسجيل شهرياً ما بين 10,000 طلب تسجيل العلامة، ده تقريباً شهرياً بلس أور ماينس. وده كان الفترة البسيطة الماضية، لأن عملنا بعض التسهيلات في النواحي الإجرائية لتسجيل العلامات التجارية.